هاي القهوه قهوه المرحوم محل. نعم قهوه المرحوم محل. منها تبدي المحلات. نعم هذا المحل الله يرحمه هو انا اعرف هو يعني ما عنده ولد بس الله يرحمه قاعد بيه كان يحيى غلام. يحيى غلام. يحيى غلام بعدين اجى سكن بيه اخذه المرحوم وجود الحجي ابو رؤوف. اخذ هذا يعني المحل. قبل جود الحجي كان يحيى غلام. كان يحيى غلام الله يرحمه. نعم. هذا المحل اللي بصفه. نعم. كان المرحوم ابراهيم مسلم. ابراهيم مسلم. ابراهيم مسلم. اي نعم. قبل لا يروح غلام. اي. هذا المحل الاخ هذا شوف هذا. هذا المحل كان قاعد به مجيد عبد الله الله يرحمه. مجيد عبد الله ابو حسن. المقابل هين. ابو حسن. المقابل هين انا اقول لك هذا المقابل هين. نعم. هذا المحل إيه؟ الاخ هذا قلت لك هذا محل مع جيد عبد الله هذا الاخ المحل كان قاعد به المرحوم محمود عبوسي. محمود عبوسي. محمود عبوسي. نعم هذا إيه؟ هنا هذن المحلات هذا المحلات اللي هنا مايك شوي خلي هذا المحل اللي مفشي هذا كان مال المرحوم عبد الرضا ابو كريم عبد الرضا الحلاق. نعم هذا الفلشي هاي القهوة كانت القهوة مال حمادي حمادي سعد الله. نعم بعدين اجى بيها المرحوم حميد حمادي. عندنا جعفر هويدي وعندنا الحاج احمد كريكش وعندنا كليم فرحان. لا لا لا, لا. هذا 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 المحل اللي قاعد به المرحوم كريم فرحان هذا مال حميد عبوشي. قبل ها حميد عبوشي. اي قبله كان قاعد به وبعدين هو تستذكر قبلهم. اي اشيك وبعدين اجى به وجعفر الله لا اما جعفر قاعد بي انا لحقت جعفر قاعد بي من زمان جعفر هويدي. اي هذا المحل هذا كان المرحوم حج جبير حج جبير حناوي حج جبير حناوي قاعد بي احمد كريكش لا حج جبير حناوي اللي حج مال حج جبير اللي قاعد بي مهدي عشيرش مهدي اللي هو هذا اي اي اللي هذا. لا هذا 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 ها؟ هي هيت البسيط ليش؟ هذا ما فايده شيء هذا انا احكي لك هذا اي هذا هذا ليش انا ما انتهيت هذاك مال بيت المرحوم حجي هوادي هذا مال المرحوم صالح يدوع ويعقوب صالح هو يعقوب ابن صالح يدوع يعقوب ابن صالح يدوع بعدين يعقوب صار فيه بعدين هذا مال المرحوم هنيطان اي ايابا وبعدين اجابي جعفر واجابي حميد واجابي مو ايابا هسه احنا وين وصلنا؟ وصلنا محل حجي هويدي هذا المحل هذا حجي هويدي لا هذا يعقوب صالح وهذا حجي هويدي لا هذا البنوبلوك ابناء الله يطيل العافيه ويطول بعمره حجي صاحب هذا 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 المحل مال حجي هويدي والله هاي بالاخير عمار على مود البلوك سوا هذا اني مال كيلو خضير شو بالثنين هذا اني هو مو مال كيل هذا هذا مال المرحوم حجي شهيد كانوا شراكه هو وكيل حجي شهيد الله يرحمه كانوا هو وكيل عائله وحده الله يرحمه الحج شهيد عائله وحده وبقوا في هذا المحل بعدين حجي شهيد الرجل من كبر ضرب بكيل وجا شريكه المرحوم خضير شبو المقابلين ابو حسين المقابلين شوي المايك خليه المقابلين هذا مال عبد سمية الله يرحمه الاول ركن اي هذا عبد سمية وبعدين قعد بيه الله يطيل عافيه كريم صبري بعدين احنا ما لنا شغله بالبعدين هذا مال المرحوم خشان 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 هذا وجباري الله يرحمه جباري بالاخير اجى ما اتذكر منه قال كان قاعد مكان جباري هذا هو اكو واحد كان قاعد قبل ما اتذكره جباري بالاخير اجى هذا الاخ الثاني إيه؟ هذا هذا مال اثنين هنذني مال شهيد حسين شكير شهيد حسين شكير اي يعني هذا وهذا هو كان قاعد فيه يعني هذا مسوي مخزن وهذا ايش يعني أيه. والمحل اللي بصفن كان قاعد بيه كان البيت حجي هويدي هذا هذا اللي كان قاعد بيه هذا مال شو اسمه هذا اللي جاي منه لا
اللي جاي منه كان المرحوم مجيد خلف حلاق. مجيد خلف. مجيد خلف. بعدين بيت حجي هويدي. بعدين هاي راح هذه. هذه كانت قهوة. هاي كانت قهوة. هاي قهوة مع المرحوم كاظم جاسم. قهوة المرحوم كاظم جاسم هذه. نعم. وهذا المحل اللي بصفه مع المرحوم حميش. حميش شلغم حميش عبد الله هذا. هذا المعتاد. هذا المحل الثاني هذا مالنا. هذا مال المرحوم ابويا كان قاعد بيه. واللي بصفه المرحوم خضير. ام خياط. خضير خياط. خضير. واللي بالاخير قعدوا بيه هوايه. اتذكر جابر مشهد عبيد الله يرحمه شان قاعد بي. وقعد بيه حج كريم نادي الله يرحمه. هاي بالفرع تحكي ذا؟ لا لا هذا الركن. الركن ايه بالفرع هذا اني بالفرع هذا اني هذا اني شان مخازن يعني هنا. بس هو هذا كان مأجر زيدان ابو راضي. زيدان ابو راضي. وبعدين اخذ الاخ ابو ايمان استاذ الشهاب. حج الشمخي كان هنا. هذا ما الحج الشمخي. هذا مال جبوري علوان. جبوري علوان. جبوري علوان قبل لا يقعد بيه حج الشمخي. قبل لا يقعد بيه حج الشمخي. هذا مال جبوري علوان. هذا المحل كان الجبار. جبار فرحان. جبار فرحان. جبار فرحان. شنو شغله كان؟ خياط. 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 هذا النيشة هذا مال المرحوم كريم ولا حسن ذني ابنهم بالاخير ترى. نعم. هذا بالاخير هذا مال بيت كريم ولا حسن. المحلات اللي من القهوه مال الاخيره هذيش مال ابو علي. النيشة كان قدامها محلات اثنين طالعات من الطرمه. اي. طالعات من الطرمه. واحد منهن كان قاعد بيه المرحوم عزيز فرمان قماش. عزيز فرمان. اي. والقهوة هواي قعدوا بيها. هواي قعدوا اي هواي قعدوا بيها كلش هواي قعدوا. وبعدين اخر شيء استقرت لابو علي غالب طه. هاي القهوة هاي مال المرحوم زيدان. زيدان خلف. اي. ابو حجي علي. ابو حجي علي. ايه. بعدين المرحوم زيدان خلف باعها على حمودي حسن. حسن. على حمودي حسن. ولا هالصفحة هذه. هذه الصفحة. هذه الصفحة والفرع. الفرع. الفرع هذا. كم تكان كان؟ هذا مو البيت. مو إنا. ايه؟ هذا مو إنا. هذا الفرع مو إنا. الملك هاي الأملاك اللي في هذا الفرع مو إنا. هذا المحل. محلات. محلات. عبيد. واحد منهن كان قاعد بيه فريح عبيد. اي. واحد منهن بيت دقهروز. لا قبلهم. لا قبلهم. قبلهم. لا قبلهم. قبلهم اعتقد عيدان صالح ميتهم قاعد هنا. بعدين هذا اخذ المرحوم احمد حميد ابن عمنا احمد حميد قام يصلح بيه. نعم. كان قصابه هم موجود جعفر. قصابه ذاك اللي قاعد بيه كان المرحوم جعفر خلف. وبعدين شهاب اشتغل بيه. وبعد ما هو هو اشتغل. حج محمد حسين هم قاعد. لا 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 حج محمد حسين قاعد بالمحل مال المرحوم ستار حج كاظم. مقابلهم محمد لفته كان. مقابلهم المرحوم محمد لفته. ذني اي ذني هذني مو ان هذا الملك. بس هذا المحل اللي اول واحد منه هذا كان مال بيت المرحوم عبيد عكور. عبيد. وحميش عكور الله يرحمهم. اثنين هم كانوا بهذا المحل. يبيعون تعرف الاصباغ قبل. صبغ السجاجيد ما ادري شنو هذا النمو. هذا المحل اللي بصفه كان المرحوم حجي احمد. حجي احمد. احمد حميد حجي شنيه. احمد حميد حجي شنيه كان قاعد بعد. المحلات وقعد بيه بعدين كاظم صالح. لا 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 كاظم صالح قعد بذاك. وهذا اللي مال كاظم صالح. إيه؟ هذا مو انه. إيه؟ هذا مال المرحوم
مو من ضمن جبوري، مو من ضمن الخليفة، لا لا مو من ضمن الملك، جبوري حج محمد هو صفى، وهذا الاخ اللي قاعد بيشان هذا مال بيت محمد حج يسر ملك طاب، هم لهم ملك طاب، هذن اثنين ثلاثه، لان الثلاثه مو ان لان الثلاثه مو خارج المخطط مالكم هذا، لا هن مش قبل منو بايعهن عليهم مثلا لهم ما اعرف، بس احنا لقينا هذني مو ان هذا واحد، وهذا الثاني هذني مال جبوري حج محمد، وهذا واحد منهن مال محمد حج يسر الله يرحمه، كان قاعد بحج يسر وقاعد بحج صفه، ها اللي بصفه صفه هذا مال حج ابراهيم، حج ابراهيم، حج ابراهيم بريسه، هذا الاخ هذا ايه؟ هذا محل حج دقوان، دقوان اي هم كان اصباط، يلا بس اللي بصف حج ابراهيم هذا مال المرحوم حج دقوان، دقوان ايه؟ هذا المحل واي قعدوا بيه، انا اتذكر قالوا نسيت اسمه، كان قماش قاعد بي قبل حسن فرمان، بعدين هذا الورا اخذ كاظم عيسى، وبعدين اخذ حج صحوبي، وبعدين انا اخذته من حج صحوبي سوينا هيك محل، يعني محل مال هذا الفرعي، هذا الفرعي احنا هذا حدنا، هذا الملك، هذا الملك عاين، هذا حدنا، هذا منا ويش هذا حدنا، هذا الملك، هذا الحسن فرمان، هذا المن، هذا إلي أنا، كان قاعد بفريح الله يرحمه، يا فريح، فريح عبيد، وذاك كان، إيه هنا هم قاعد، هنا هم قاعد، هذا الفرع، هذا مو محل، هاي كانت دربونة، دربونة تطلع على على العرضية، بعدين ابنها أتذكر لقيت بي قاعد عذيب، عذيب الله يرحمه بقام، أبو هوادي وأبو حسن، هذا اللي شو اسمه السلام، هلا مرحبا أبو عباس تعالي من هنا، هذا المحل كان قاعد بي حمودي محمد أمين نجار، حمودي محمد امين، اي حمودي محمد امين هم صار بي نجار، هذا بعدين هاي اخذ المرحوم حج الشهيد وصار، بس انا قلت لك هذني مو انا، هذني مو انا مخطط، مو لكم ذني، اي يعني لا بالطاب، اصلا بالطاب مو انا، اي مو لكم يعني، مو من ضمن الله، هذا اني ايش المحل، لا تتذكر هذاك المرحوم حج صبار، وصف المرحوم عبودي، والقباله المرحوم مهدي عليوي، والمرحوم علي كراكش الله يرحمه، سلمان منصور، هذا اني هنا انا هذا اني ما لنا علاقه بين، بس انا اذكر هذا المحل اللي كان قاعد بيع ذيب، هذا كان دربونه ما كانت مبنيه معنا. احنا هسه بالسوق الله يرحم المتوفين وكلهم قلت قايل ابائنا واجدادنا ورحم الله والديكم، اريد منكم تقرون سوره الفاتحه على كل الموجودين شاروا بالسوق وتوفوا، السلام عليكم.